طب حضرتك بقى تقول لنا حاجة جميلة كده، بمناسبة إن احنا اتكلمنا طبعا عن الجطر الجطر النهاردة، تقول لنا ذكريات حلوة كده عن السفر، عن طيب حاجة الجطر تكون يمكن مذكراها. واحدة من ما حصل لي ركبت جطر أبدا، ومن الأمال المعلقة إن شاء الله تتحقق يعني إن شاء الله. السفر، أنا من الناس اللي بيحبوا السفر جدا. أذكر واحدة من المرات، أول مرة أركب الطيارة كانت قبل يمكن 5 سنة 6 سنة، وتحيتي من هي شركة زين، كان البرنامج في بورسودان برعاية زين، أنا قاعدة أكب في الطماطم. تمام. فكان البرنامج برعاية زين في مهرجان السياحة والتسوق في بورسودان سنة 2010 تقريبا، وأول مرة أركب الطيارة، وكنت برفض كثير من العروض اللي بتجيني لي شغل برا عشان ما بحب أركب الطيارة. تمام. فمشينا ومعي واحدة من الشاعرات، لا تحية، الشاعرة ليلى عبد الرحمن، كنا أنا وهي ماشيين سوا، يعني البنات الوحيدين مع الجروب اللي مع الجروب. أيوة. فكانت معي وكنا فوق، وهي عرفت إنه أنا بخاف من الطيارة لأنه أنا كنت معصبة جدا لما الطيارة بتقلع. تمام. أنا كنت بضغط على يدها وأنا ما يعني ما أنا خلاص يعني أنا خايفة جدا لدرجة إني ما عارفة أنا بعمل في شنو. فبضغط على يدها، لما نزلنا لقيت انه يدها حالتها صعبه، يعني انا شكري عوقتها في يدها وكده. فدي واحده من الحياة الكل ما اركب طياره قاعده اتذكر.